بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن حالة البرق والرعد، كيف تناول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة المعقدة، كيف تحدث عنها، هل امتزج حديثها بخرافات عصره، هل تأثر بثقافة ذاك العصر حيث سادت الأساطير عن البرق. لنتأمل هذا الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سرعة مرور الناس على الصراط يوم القيامة: فيمر أولكم كالبرق. قال أبو هريرة: وأي شيء كمر البرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ والله أعلم.